وسام خسارة للوطن قبل ما يكون خسارة لعائلته. وسام كان عم يشتغل للبنان مش لبيت الحسن، مثل ما نحن كنا عم نشتغل للبنان مش لعيالنا. وبالتالي عيالنا بتستفيد أكيد، بس الأساس هو لبنان. إذا ما في لبنان ما في عيال وما إلنا وجود. وسام راح فدى هذه الفكرة، فكرة لبنان. ونحن خريجين مدرسة اسمها المدرسة الحربية. لما تخرجنا أقسمنا الولاء للوطن، أقسمنا الولاء للبنان، كل لبنان، لا للعائلة ولا للطائفة ولا للمذهب. نحن مشتغل بهيدا الوحي. التنسيق هو أساس أي عمل. نحن وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش وأمن الدولة، أي مهمة بينهيها الجهاز كوني أكيد أنه جزء كتير كبير، ينهيها أي جهاز كوني أكيد أنه جزء كبير من هيدي المهمة بيكون تم التنسيق قبل ما تتوج بالنجاح، بيكون تم التنسيق مع كل الأجهزة. انطلاقا من هالشيء ايد واحدة ما بتزقف. نحن كنا ننسق مع المعلومات كما مع الجيش كما مع أمن الدولة. انه يمكن قربي الشخصي من وسام الحسن، خليني اقول نتيجة العلاقة التاريخية اللي بينه وبينه، كان التنسيق اسهل واقرب. التنسيق مرات يكون يوصل لحده، كل واحد له وجهة نظر، انما بالنهاية كنا اتنيناتنا عم نشتغل لهدف واحد اسمه امن واستقرار لبنان. وسام الحسن أصبح رمز، وسام الحسن أصبح معطى إقليمي ودولي بالعمل الأمني. انطلاقا من هون يمكن دفع ثمن الحجم اللي أخده وسام الحسن. كل شخص يعني بيعكس كاركتيره على الشغل. وسام الحسن أنا بعتبره هو أبو الأمن في قوى الأمن الداخلي. وسام أوجد ثقافة اسمها ثقافة المخابرات في قوى الأمن الداخلي ما كانت موجودة قبل وسام الحسن، وإذا كانت موجودة كانت موجودة بإطار ضيق للغاية. وسام إجا وسعها، إجا فلشها على مستوى العالم، وإجا عملها على حجمه. وسام كان حجمه كبير، إجا عمل هاي المؤسسة أمنيا على حجمه. بعتبر وسام هو أبو العمل المخابراتي بقوى الأمن الداخلي. هاي الثقافة ستستمر من بعده، مثل ما قلت لك إلى علاقة up and down بكاركتر الشخص اللي هو عم بيقود هذه المؤسسة. إنما وسام أرسى الثوابت للعمل الأمني الذي سيستمر طويلا بهالمؤسسة. وسام بعرفه من بدايات العمل مع الرئيس الحريري الله يرحمه، من الحكومة الأولى للرئيس الحريري. أنا كنت مع الرئيس الحريري عملت بجهاز أمنه قبل ما يعمل رئيس حكومة. لما عمل رئيس حكومة للمرة الأولى شيء طبيعي يكون معه سريد حرس من قوى الأمن الداخلي. إجا وسام مع اللواء عن الحج بفريق واحد واستلموا السرية، وأنا بقيت بإطار العمل الأمني البحث والأمن الشخصي للرئيس الحريري بهيد لفترة سنة سنتين، إلى أن رجعت للجيش وكملوا الشباب المهمة. من هونيك ابتدت العلاقة مع وسام الحسن ولم تنتهي باستشهاد وسام، لأنه اللي كسر انه قبل ما يستشهد وسام شهرين كنت انا وياه عم نشتغل على مشروع له بعد سياسي يتعلق باستقرار البلد، وكانت انعكاساته ستكون كبيره جدا فيما لو قدر له ان يتم. اللي بيعرف هذا الموضوع وسام الحسن وانا والله الوسيط اللي كان بينه وبينه. للاسف كنت انا ناطر وسام رحله العوده الاخيره. صدقيني انا ما عرفت انه اغتيل وسام، ما عرفت انه اجا وسام الا لما عرفت انه اغتيل وسام. واكيد وسام كان بين لحظه ولحظه بده يتصل فيي لنستكمل البحث بالمبادره الكبيره اللي كنا عاملينها على مستوى البلد وعلى مستوى للاسف تقريب وجهات النظر بين الطوائف بلبنان وبين المذاهب. تعني رئيس الجمهوريه هي وسام على صدري مثل ما كانت على صدر وسام واللواء ريفي بوقتها. بس كمان تذكرت انا ورجع من عند فخامه الرئيس انه ان شاء الله ما يكون مصيري عم بيقرب على مصير وسام الحسن، لانه مش خوفا من الموت، لانه انا بعتبر بعد في اشياء كثير لازم اعملها بالبلد ما انعملت. العلاقه مع وسام الحسن والعلاقه العاطفيه اللي كانت تربطني بوسام الحسن عكستها لحظه انا كثير اثرت فيه. وسام لما خطب أنا اللي هي زوجته، أول حدا عمل له زيارة اجتماعية برفقة خطيبته ليعرف خطيبته على حدا كتير قريب عليه هو أنا وزوجتي. إجا لعنا على البيت
عرفنا على خطيبته وقال انه انا قريبا بدي اتزوج، وانا جايب خطيبتي لعرفكم عليها وتباركون للزواج.